يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. في مركز الشمساني للإخصاب والوراثة تم إدخال تكنولوجيا جديدة فيما يخص الإنجاب من خلال أطفال الأنابيب. هذه التكنولوجيا الحديثة بأقل تكلفة وتقلل من نسب الفشل في هذه العمليات. بيسعدنا نرحب بالدكتور هلال أبو غوش. يسعد صباحك دكتور هلال، وحضرتك مستشار أول لأمراض النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب في مركز الشمساني للإخصاب والوراثة. يسعد صباحك. يسعد صباحك ست لانا، بشرفني اليوم الحضور معاكم على التلفزيون الأردني، برنامجكم العظيم محبوب جماهيريا. ان شاء الله نوفي المهمه ونحكي لكم شو ان شاء الله يا دكتور. خلينا بس نتابع هذا التقرير اللي صورناه في المركز ونرجع نبدا حديثنا. اهلا وسهلا. موضوع الفحوصات الجينية موضوع له حوالي 50 سنة، ولكن هاي الأيام تطور ليدخل في حقل أطفال الأنابيب. بأطفال الأنابيب في فحصين منسويهم، فحص كروموسومي هو الـ PGS، وفحص على المستوى الجيني وهو الـ PGD. الفحص الكروموسومي هو مرتبط بأمراض زي ما نقول مرض البلاهة المنغولية، اللي هي بتكون تشوهات عقلية أو شكلية، والفحص الجيني هو مرض مرتبط زي ما نحكي في مرض تكسر خلايا الدم الحمراء. هدول الفحوصات صارت تتم على الأجنة قبل إرجاعها لرحم المرأة، وبهذه الطريقة إحنا بنختار الجنين الصحيح اللي نرجعه لرحم المرأة، وبالتالي بنحصل على طفل خالي من الأمراض إذا كانت مرتبطة على مستوى العائلة وهو فحص PGD، وإذا كانت مرتبطة على الوضع العام للدولة اللي هو فحص PGS. الحمد لله احنا كنا من الرواد في المنطقة، والأردن كانت من الرواد في البداية بهاي الفحوصات الجينية اللي هي PGD والPGS، اللي هي تطورت عن مستوى فحص سابق كان على مستوى الكروموسومات فقط اللي بيسموه الفش. نقع في مركز الشمساني لإخصاب الوراثة. هذا المركز كان ديمومة لإنجازات المملكة الأردنية الهاشمية في عالم أطفال الأنابيب والحقل المجهري. احنا قدرنا أن نحمل الراية من جديد ونستمر. الآن الإشي الحديث اللي هو تقنيات PGS، هي تقنيات اللي بتكتشف أمراض الوراثية عند الأجنة قبل إرجاعهم لحوض الأم، وإحنا قادرين إن شاء الله ونكون وحيدين السباقين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نحقق هذا الإنجاز ونكمل هاي المسيرة، ونظل الأردن هو من الرواد في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين قدرنا نجيب كل التقنيات والأجهزة الحديثة بحيث إنه قدرنا نوصل لأعلى نسب نجاح في برامج أطفال الأنابيب. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، ويسعد صباحك دكتور هلال. أهلا وسهلا فيك دكتور. تبعنا هذا التقرير في مركز الشمساني للإخصاب والوراثة وعن التقنية الجديدة، ولكن تفاصيل أكثر عن هالتقنية الجديدة اللي دخلت في عالم الأنابيب. اولا احنا بنحكي انه هي الامراض الوراثيه الموجوده في مجتمعاتنا محدوده، وممكن احنا نعرفها ونتعرف عليها مسبقا قبل ما يصير في فترات من الحمل. كمان في امراض اللي هي الوراثيه اللي بتؤدي الى سرطانات مثل سرطان الثدي. الناس اللي عندهم متكرر الاجهاضات عندهم، اللي هم نعرف الاجهاض اللي هو بيكون اكثر من 3 مرات متتاليات خاصه في فتره الحمل الاولى، او الناس المتقدمين في العمر صار زواجهم متاخر وصاروا بيحتاجوا لهذه التقنيات. هاي التقنيات كانت دائما مش موجودة، كنا احنا نضطر في بعض حالات كثير انه قبل ما نعملهم برامج الحقل المجهري او اطفال الانابيب، انه او موجودة عندهم امراض وراثية بيخافوا العائلات انه يصير في عندهم حمل ويصابوا اطفالهم في هاي الامراض، صرنا كنا نيجي نعملهم برامج اطفال الانابيب، ناخذ هذه العينات من هاي الاجنة ونرسلها للخارج، مما ادى الى انه ضعف في هاي الاجنة لانه اضطرينا الى تجميدها فترة محددة.
الجلده، كنا نجمد هاي الاجنه، طبعا يضعف الاجنه لاحقا، فما كنا نقدر نرجع هاي الاجنه في نفس الفتره الزمنيه اللي بتتم فيها عمليه او محاوله اطفال الانابيب، فكانت النتائج تنعكس على هاي الاجنه وتقلل من نسب الحمل، وكان هذول العائلات التكلفه تكون عندهم عاليه وباهظه لانهم بيضطروا انه يعيدوا هاي البرامج لاكثر من مره. صحيح. وممكن تفشل لاكثر من مره، فكان في تكرر في الفشل في محاولات اطفال الانابيب اللي هي ادت في النهايه لعدم المكسب الحقيقي لهي العائلات انه يصير في عندهم اطفال، وكمان كانت الكلفه باهظه. احنا قدرنا بتكاتف كثير من الجهود، الكوادر الطبيه تدريبها بالخارج تدريبها بالداخل، اجراء الدورات لهم، ونحصل هاي التقنيه الموجوده اللي هي الكشف المبكر عن كثير من الامراض الوراثيه، كثير من الخلل اللي بيصيب الاجنه قبل ارجاعهم لرحم الام، اللي ادى الى نتائج رائعه. وكان الاردن سباق في منطقتنا. صحيح. في هذا احنا طبعا الاردن هو دائما من الناس اللي في المستوى العلاج والصحه متطور متقدم بفضل كثير من الكوادر القديمه اللي موجوده، لكن احنا هاي التقنيه كانت تنقصنا والحمد لله قدرنا نحصلها وندرب كوادرنا عليها وقدرنا نوصل لهي النتائج. انا بدي احكي في التقنيه بس، كنا بنحكي انا وياك دكتور خلال التقرير. صح. عم بقول بانه اغلب المتزوجين حديثا عم بيلاقوا كثير صعوبه بانجاب اول طفل ستلانة، يعني مش زي اول. وانا بسمع مثلا امي والعائلات بقولوا طب زمان ما كان زي هيك، شو السبب اللي عم بيخلي اغلب الشباب في بدايه حياتهم الزوجيه يكون عندهم انجاب اول طفل بهالصعوبه؟ اول شيء هذا يعني بدنا نحكي عنه هي الثقافه الصحيه ستلانة. يعني احنا ثقافتنا الصحيه للاسف حتى في مدارسنا حتى في مجتمعاتنا وعند الاهالي كانت تنقصنا مع تغير العصر ومع طبيعه تغير حياتنا واستخدامنا لالات النقل السريعه وقله ثقافه الرياضه، هذا ادى الى انه واستخدام طبعا له تاثير المناخ، له تاثير طبيعه الاكل، الاكل الصحي صارت الحياه اصعب، ستريس اللي بيعيشوه الناس، ضيق الحال، هذا ادى الى في خلل هرموني بيحدث في الاجساد اما عند الرجل اما عند المراه اللي زاد نسبيا يعني عالميا حسب منظمه الصحه العالميه زادت نسب اللي هي تاخر الانجاب. نعم. والحمل عند هاي العائلات وخاصة في الجيل اللي هو الناشئ جيل الشباب صار في عندهم هاي المشكلة واضحة، وصار في تقريبا حسب جداً. منظمة الصحة كان زمان بين 18 إلى 20% الآن بين 22 إلى 25% زادت من نسب العائلات اللي تعاني من الخصوبة والإنجاب. وهذا كثير يعني طبيعة أكلنا المهرمن الجنك فود الفاست فود كل هذا أثر. صحيح. وللأسف الشديد علينا. بالعودة لموضوعنا، في تقنيتين تنتين البي جي دي والبي جي اس، شو هي التقنيتين وشو الفرق بيناتهم؟ هلا البي جي دي هو احنا بنكشف بالاساس عن مواضيع الجينات، وفي البي جي اس نكشف عن مواضيع الكروموسومات عند هاي الاجنه. هو مش موضوع بس اجنه، يعني في بعض العائلات نحكي في عندهم فاميليال بريست كانسر، يعني في عندهم سرطان الثدي، وهم عارفين انه في بعض هاي العائلات عندهم سرطان الثدي كانوا. هلا طب بتعرفي انت في اذا اكتشف هذا الجين عند هاي العائلات عند السيدات، ففي منهم وقائيا بيصيروا يعملوا عمليات استئصال للثدي او ما شابه ذلك عشان ما يصابوش في المستقبل. هلا صار العلم الحديث احنا كيف نستثني هذا الجين. صرنا احنا نستخدم تقنيه البي جي دي بحيث انه احنا صرنا نعرف عند هاي العائلات مين هو الجين الموجود، صرنا مسبقا احنا نقدر نكتشف هذا الجين يعني في السيدات اللي بده يتزوجوا من هاي العائلات الجداد، صرنا نقدر احنا نعملهم برامج الحقن المجهري، يصير في اختيار للاجنه غير المصابه اذا كانت هي انوثه عندها انوثه او حتى ذكريه، ونقدر احنا نرجع هاي الاجنه تكون هاي الاجنه سليمه وخاليه من الجين المصاب. الجين المصاب احنا طب اطفال الانابيب في الاردن دائما متطور الحمد لله كثير، لكن الان زادت يعني احنا صرنا من الناس المواكبين لاخر تطورات العصر في علوم الوراثه والاخصاب. هذا
بخلينا نتحفز أكثر، زادت من نسب الوقاية، زادت من نسب الحمل. لازم هاي التقنية كانت موجودة في الأردن، فإحنا الحمد لله في منطقتنا إحنا من الأوائل اللي قدرنا نحصل هاي التقنيات ونقدر نتجاوز هاي المشاكل. في ناس كتير بتكرر عندهم الإجهاضات، كان مش معروف ما هو السبب، الإجهاضات المتكررة كان مش معروف الأسباب. معظم الأسباب كانت كروموسومية، كنا صرنا نستخدم تقنية البي جي اس عشان نقدر احنا نستثني المشاكل اللي بصير في الكروموسومات قبل ما يصيروا عند هاي الأجنة ونحولها. طيب، ونعالجها ونرجع الأجنة السليمة. مين هم الأشخاص اللي ممكن يلجأوا لمثل هذه التقنية؟ كل الأشخاص اللي صعب يعني يكون عندهم إنجاب أول طفل؟ احنا شان نحددهم بالضبط، هم العائلات اللي بتزوجوا أو الأزواج اللي بتزوجوا متقدمين في العمر بفوق سن 38 سنة، خاصة السيدات، الناس المتكرر عندهم الإجهاضات، الناس المعروف عندهم مرض وراثي بالعائلة، أو عندهم أطفال مصابين بأمراض جينية عرفت لاحقاً. تمام. الناس اللي عندهم أمراض وراثية في سرطان الثدي، وكمان الناس اللي بتكرر عندهم حالات فشل محاولات أطفال الأنابيب. هذول الخمس يعني فشل بعد كم محاولة أطفال الأنابيب؟ هلا بغض النظر أنه بعد ما نكرر إحنا مرتين أو ثلاث مرات فشل وغير معروف السبب، هو رحمي أو هو سبب خلل في السائل المنوي عند الزوج أو أي سبب ظاهر للعيان، بيكون هو على الأغلب هو سبب كروموسومي موجود عند هاي الأجنة بيؤدي إلى إصابة هاي الأجنة، ثم عدم استمرارية نموها داخل الرحم. والله إشي يعني تقدم مذهل في هذا العالم بالفعل دكتور، يعني لأنه أنت عارف قديش بكون في بعض العائلات أمنيتهم بس يشوفوا أول ولد لهم. فيعني كتير في هم بدهم ولد وكمان يكون سليم، يعني هي الفكرة أنه إحنا نسعى أن يكون في أطفال ونساعدهم يصير عندهم أطفال، وهذول الأطفال ما يعانوا معاهم. قديش نسبة نجاحها مقارنة بالتقنيات السابقة أو اللي بعدها مستخدمة في معظم العيادات؟ هلا أنا بحكي إحنا بنحكي إنه هلا العلوم تطورت، صحيح إنه زمان كانت نسبة الحمل ما بين 35 إلى 45% في أحدث المراكز العالمية. في الفترة last five years يعني في آخر خمس سنين وجود وإدخال تقنيات الاستكشاف أو السكرينينج عن الأمراض الوراثية الموجودة عند هاي الأجنة رفعت المستوى الحمل بين 65 إلى 70%. يعني هذا عمل فرق هائل كبير من نسب نجاح محاولات أطفال الأنابيب، وقدرنا إحنا نحصل هاي التقنيات وتكون كمان إحنا هاي بجزء التقنية كانت موجودة قبل سنتين ثلاث برا، إحنا كنا نضطر نسحب من هاي الأجنة عينات ونقدر نرسلها برا ونقدر. أنتوا هلا بطلتوا تبعتوا برا؟ وهذا بيوفر. إحنا صرنا نعمل هذه التقنية بكل أجزائها في الأردن. نعم، هذا مع تدريب الكوادر الطبية اللي هو مجموعة من العوامل أدت إلى هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع طبعا مش بسيط، هذا فيه له جهد متكامل من طبيب واخصائيين أجنة ومن طبعا ودكاترة أجنة ودكاترة علوم الوراثة طبعا والتمريض، وهاي هاي هاي التكاتف هاي الجهود وتدريبهم. هذا الموضوع مش بسيط لأنه بحتاج أول شيء تقنيات عالية، بحتاج أجهزة عالية، وبحتاج تدريب وخبرات عالية. كان هذا الموضوع مهم إنه إحنا نوفر كل هاي الحلقة بحيث تكون موجودة عندنا في المركز وقدرنا نحقق هاي النجاحات. آخر سؤال قبل ما نختم دكتور، احنا بنعرف بانه يعني اطفال الانابيب وتعريض المراه لاخذ هرمونات بشكل متكرر او دائم ممكن ياثر على مثلا اصابتها بسرطان الثدي. الان هذه التقنيه قديش ممكن تقلل من نسبه اصابه المراه بسرطان الثدي، وايضا نسب فشلها اقل، تكلفتها اقل، ونسب نجاحها بتكون اكثر؟ طبعا هذا كان من التارجتس الموجودين عندنا، يعني احنا كيف احنا نقلل من اعاده المحاولات، تكون محاولة واحدة سليمة أو محاولتين على الأغلب سليمات مدروسين 8 و10. هذا بخفف من نسب المضاعفات اللي بتعرض لها المرأة في كل أجزائها، منها المضاعفات الناتجة عن الهرمونات ومنها المضاعفات الناتجة عن العمليات والتخدير وشابه ذلك. طبعا هذا زاد من نسب الحمل وخفف من نسب المضاعفات اللي بتعاني منها السيدات في أثناء هاي المحاولات. ما شاء الله عليكم. احنا بدنا نشكر حضورك معنا دكتور هلال أبو غوش، مركز لشمسان للإخصاب والوراثة. يسعد صباحك وشكرا لحضورك معنا. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحنا جمهورنا الأردني، حياكم الله.